السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبابي في الله. اهلا بكم في قناتنا، قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل. هنتكلم عن موضوع مهم، وهو كم مدة علاج هرمون الحليب. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. محتويات الفيديو بتاعنا: هرمون الحليب، اسباب ارتفاعه، أعراض ارتفاعه، وطرق علاج ارتفاعه. هرمون الحليب. هرمون الحليب أو هرمون البروكتالين يفرز من الغدة النخامية الموجودة في الدماغ، ويوجد هرمون الحليب في الجسم حتى قبل حدوث الحمل والولادة بكميات معينة، وتتراوح معدلها في الدم من 3 إلى 30 نانو جرام لكل مليمتر. مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهرمونية التي تحدث للجسم وتأثيرها على مستوى الهرمون الحليب في الدم، وخاصة التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل. طب إيه هي أسباب ارتفاع هرمون الحليب؟ يرتفع هرمون الحليب في الدم نتيجة عدة أسباب، منها تعاطي بعض أنواع الأدوية بنسب كبيرة، مثل الأدوية المعالجة لألم الرأس والصداع الشديد وأدوية الاكتئاب والصرع، حدوث خلل في عمل الغدة النخامية وإفرازاتها أو تعرضها للإصابة بالأورام الحميدة، الإصابة بتكيس المبايض، الحمل والولادة. وتعد هاتان الحالتان من الحالات الطبيعية التي ترتفع فيها نسبة هرمون الحليب في الدم ولا تستدعي العلاج. أعراض ارتفاع هرمون الحليب. لا يقتصر وجود هرمون الحليب في الدم لدى النساء، فهو يوجد أيضا لدى الرجال بنسب ضئيلة جدا، وأي ارتفاع طفيف في هذه النسب قد يؤدي إلى نمو في منطقة الصدر لدى الرجل مع إفراز للحليب في بعض الأحيان، ويصاحب ذلك تدني في القدرات الجنسية لديه وضعف حركة الحيوانات المنوية وقدرتها على تخصيب البويضة. أما يؤدي ارتفاع هرمون الحليب بنسب عالية لدى النساء في الفترة التي لا تكون فيها حامل أو مرضعة إلى اضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية أو انقطاعها لفترة من الوقت، كما تسبب جفاف حاد في القناة التناسلية وانخفاض واضح للحاجة الجنسية، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى العق، بالإضافة إلى الشعور الدائم بالصداع وضعف حاسة النظر. طرق علاج ارتفاعه. في الحالات البسيطة التي يرتفع فيها هرمون الحليب بنسب ضئيلة، يلجأ الطبيب إلى العقاقير لعلاج هذا الخلل، ولا يحتاج إلى مدة طويلة أثناء العلاج، فتختفي أعراض هرمون الحليب بسرعة. ومن أشهر العقاقير المستخدمة في هذه الحالة بروماكتولوين، ويجب استشارة الطبيب قبل استعماله. في حالة التورم في الدماغ، يقوم الطبيب بوضع خطة علاجية تمتد لفترة طويلة ما بين بضعة أشهر إلى بضعة سنوات حسب حالة المريض، فقد يحتاج المريض إلى تناول الأدوية على عدة سنوات للتخلص من الورم أو الضرر الذي لحق بالغدة النخامية. إذا لم تأتي الأدوية بالنتائج المرجوة، يلجأ الطبيب إلى استئصال الجزء المصاب من الغدة النخامية بواسطة عملية جراحية دقيقة عن طريق فتحة الأنف. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أراكم على خير في حلقة جديدة في قناتنا، قناة منوعات نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.